ومن تركيا إلى الانتخابات في اليونان، حيث دعا رئيس الوزراء اليوناني إلى جولة جديدة من الانتخابات في 25 يوليو المقبل بعد فشل أي حزب في تحقيق الأغلبية في البرلمان. كان رئيس الوزراء اليوناني قد أعلن فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية واصفا هذا بالزلزال السياسي، وقال إن البلاد بحاجة إلى حكومة تؤمن بالإصلاحات ولا يمكن أن يحدث هذا في ظل حكومة هشة. من العاصمة اليونانية أثينا مراسل القاهرة الإخباري عبد الستار بركات معنا مباشرة. إذا أنت معنا من أثينا في اليونان مباشرة عبد الستار، وهنا رئيس الوزراء اليوناني يدعو لجولة جديدة أخرى من الانتخابات، لكن كيف تبدو تفاصيل الجولة الماضية وإلى أي مدى يمكن أن تصل هذه الجولة الجديدة عبد الستار؟ نعم حساني، بعد التحية، أحداث متسارعة جدا بعد انتخابات أمس. النتيجة النهائية التي سلمها اليوم وزير الداخلية إلى رئيس البرلمان، ومن ثم قام رئيس البرلمان بتسليم هذه النتيجة إلى رئيسة الجمهورية. النتيجة يعني أظهرت تقدم كبير جدا لحزب الديمقراطية الجديدة، حصل على نسبة 40% وأكثر، يعني حقق 146 مقعدا في البرلمان اليوناني المؤلف من 300 مقعد. الخاسر في هذه الانتخابات هو حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الوزراء السابق أليكسي تسيبراس. بعد ذلك قامت رئيسة الجمهورية يعني قبل نصف ساعة تقريبا من الآن، قامت رئيسة الجمهورية كاترينا سكالوربولو بتسليم تفويض إلى رئيس الوزراء السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس بصفته زعيم حزب الديمقراطية الجديدة والفائز بالمركز الأول في الانتخابات، سلمته تفويض بتشكيل حكومة، هذا وفقا للدستور اليوناني. نعم. ولكن رئيس الوزراء قال لها في أثناء الاجتماع، قال لها أنه سوف يرجع لها هذا التفويض بعد نصف ساعة تقريبا أو بعد ساعة، يعني خلال اليوم، حتى يكون هناك تسريع في الإجراءات لإتمام الانتخابات في 25 يونيو المقبل. الانتخابات التي سوف تجرى في 25 يونيو المقبل حساني، هي انتخابات سوف تكون وفقا للقانون الانتخابي الجديد الذي صوت عليه البرلمان في عام 2020، وهو يعطي الحزب الأول الفائز في الانتخابات بالمركز الأول يعطيه مكافأة 50 مقعد في البرلمان اليوناني كمكافأة، حتى يستطيع تشكيل حكومة مستقلة بنفسه. نعم. طب لماذا عبد الستار يعني أعلن رئيس الوزراء عندما أعلن فوز حزبه أن ذلك يمثل زلزالا سياسيا؟ هل كان فوز حزبه يعني يعتبر مفاجأة بالنسبة إليه؟ نعم، حقيقة هذه النتيجة كانت مفاجأة للجميع هنا. المفاجأة هو حصول حزب الديمقراطية الجديدة على هذه النسبة الكبيرة جدا، 40%. يعني لو كانت هذه الانتخابات وفقا للقانون الجديد او القانون قبل 2016، سوف يمثل كيرياكوس ميتسوتاكيس الاغلبيه في البرلمان، وايضا زلزال سياسي لانه يعني اظهر حزب الخساره الكبيره، وهناك فارق بنحو 20% بين الحزبين. هذا معناه أن الشعب اليوناني يريد الاستقرار، يريد كيرياكوس ميتسوتاكيس، يريد حزب الديمقراطية الجديدة البقاء في الحكم لاستكمال مسيرة البناء والتقدم كما قال كيرياكوس ميتسوتاكيس. هناك وعود كثيرة جدا وعد بها الشعب اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قبل الانتخابات، أهمها يعني زيادة الأجور وزيادة المعاشات وتوفير فرص عمل، وايضا اعطاء مساعدات للشباب الذين يبلغون سن. وهل هذا ما جاء يعني عبد الستار في سياق كلامه عندما تحدث الى ان الحكومه الحاليه يعني تعتبر حكومه هشه، وتحدث عنه يجب ان تكون هناك حكومه اصلاحيه؟ نعم، هو عندما يتحدث عن حكومه هشه، هي حكومة تكون من أحزاب متآلفة أكثر من حزب. هو يريد أن تكون الحكومة حكومة قوية بحزب الديمقراطية الجديدة فقط، وهذا جربناه هنا في اليونان خلال الأربع سنوات الماضية، حيث كان يحكم حزب الديمقراطية الجديدة لوحده لمدة 4 سنوات، وكان هناك إصلاحات كثيرة جدا وتقدم.
ولكن قبل ذلك في السنوات العشر الأخيرة كانت هناك أكثر من حكومة تتألف من أحزاب مختلفة، أكثر من حزب في الحكومة، وكان هناك فشل كبير جدا لهذه الحكومات. نعم. وأيضا أشار إلى بعض الدول المجاورة الأوروبية التي يعني يتغير فيها الحكومة باستمرار ولا يوجد عدم استقرار. صحيح. لأنها تتألف من أكثر من حزب. إذن يوم 25 من هذا الشهر سوف يكون علامة فارقة في تاريخ هذه الانتخابات البرلمانية في اليونان. أشكر هذه التفاصيل من أثينا باليونان عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا مباشرةً.